ابني بيتك هو أحد أهم المشاريع القومية لحل مشكلة الإسكان، وحلم تحول إلى كابوس لعدد كبير من الشباب بسبب التباطؤ في اتخاذ القرارات وغياب الخدمات والمرافق والأمن. محولات الكهرباء بتتسرق، أعمدة الإنارة في الشوارع مطفية، وبسبب قلة الكهرباء وعدم دخول الكهرباء بيوتنا اتسرقت، اتسرق منها بوابات، اتسرق منها حديد، اتسرق منها الشبابيك بتاعتها، والمنطقة لا تصلح للسكن. منطقة لا يسكنها إلا الأشباح، لازمتها إيه؟ بيوت كده قاعدة جنب بعضها. رحلة من العذاب والمعاناة يشهدها عدد محدود من الأسر التي تجرأت واتخذت قراراً بالسكن في هذه المنطقة. جينا المكان هنا لقينا الشقق ما فيهاش أي خدمات، ولا مية ولا نور ولا حاجة. كل ما نسأل الشهر الجاي في شهر 3 في شهر 2 داخلين على دي تاني سنة، والمهندس بنكلمه تبع للجهاز قالوا في رسوم لازم تسددوها في الجهاز، رحنا سددناها حضرتك، ولغاية النهاردة أنا موجود مع حضرتك أهو مفيش أي جديد. بعت اللي ورايا واتدينت، وأنا أصلاً إنسان موظف، مش هقول لحضرتك أنا شغال في أعمال حوار، أنا موظف يعني هجيب منين؟ اتدينت وعملت كرودة وعملت وعملت وجيت برضه ظبطت المرحلة اللي هم عايزينها، وفي نفس الوقت جيت عشان أقعد مع رفاق الشعب. ولد زي ده في سنة أولى 15 كيلو عشان أوديه المدرسة، طبعاً المدام جت تخرج في ناس من العرب اللي هم ينزلوا يحتكوا بيها، اللي هم بيقال إن هم بيأمنوا المنطقة وبتاع، يعني كلام خطير جداً. ما خليناش حاجة لما رحنا لهم، اعتصامات على وزارة الإسكان وهيئة الاستثمار، محدش عبرنا خالص. ده احنا عايشين هنا مرميين، حتى ما حصلناش الا مؤاخذة الكلاب، انا بقولها بصراحة. وعود متكررة منذ 3 أعوام بإنجاز الخدمات المطلوبة لمشروع ابني بيتك، لكن الحال لم يتغير منذ فترة طويلة خلافا للجدول الزمني المعلن. بسنت إبراهيم، ممكن. شكرا يا بسنت. سيادة الوزير، انت شخصية حالمة وعندك مشاريع كتير وبتشتغل، وانا عارف ان هذا المشروع ما كانش من مشروعاتك، انت دخلت عليه بوضعه الحالي، هو جزء من اللي كنا بنتكلم فيه من المشروعات اللي اتبنت بالفعل محتاجة شوية حاجات صغيرة والحياة تدب فيه. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة، يعني المشروع ده احنا عندنا اكتر من 100,000 قطعة لابن بيتك. نعم. المشكلة يعني انا طبعا انا باكد ان ده اما في المنطقه السادسه او السابعه في اكتوبر، يعني نعم. انا مش عارف بالظبط هي فين، لكن قطعا هي في منطقه من دول اللي انا يمكن في البدايه قلت لحضرتك ان فعلا هناك تاخير. نعم. لكن حضرتك لاحظ في التصوير هتلاقي في كابلات موجوده، يعني وفي حاجات اتسرقت واضح ما هو السرقه دي مساله الامن، انا طبعا معاهم تماما في هذا. نعم. والحقيقه بنحاول، انا ما بدعيش، لان طبعا يعني ما اقدرش اقول الناحيه دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ابدا، بس بنحاول. احنا عندنا شرطه التعمير الحقيقه بتعمل مجهود وحطت مواقع في الاماكن دي على قدر استطاعتنا، وانا معهم تماما في جزئيه الامن، انما جزئيه مرافق دي مسؤوليتنا فعلا. وزي ما قلت لحضرتك ان المنطقتين دول ان شاء الله خلال يعني في شهر 6 لو رحنا نصور في المكان ده مؤكد هنلاقي حاجه تانية، مؤكد باذن الله، وخلال الشهور القادمه نقدر نتابع بكاميراتنا. أيوه. ان في اداء بيتم. لا ده مؤكد، انما انا بقول لحضرتك انه ما هو حتى لو هيك لاحظت اللي معروض فعلا في كابلات بتركب وفي مواسير صرف بتتركب، انما في حاجات متاخره ما بنقولش. نعم. لا، انما زي ما بقول لحضرتك بعد شهر 6 ان شاء الله لن يكون هناك اي مشكله في المنطقتين او الثلاثه بكثيرهم اللي موجودين في اكتوبر، انما باقي المناطق ما فيهاش مشكله الحمد لله. يعني ما هياش يعني ما هياش كل مشروع ابن بيتك متوقف، لا في. نعم. ناس ساكنه وناس مطمئنه ويعني في اماكن، لكن فعلا في المنطقتين دول هما اللي كان فيهم معاناه، وانا قلت لحضرتك من الاول ومعترفين بهذا وبنشتغل، ولو حضرتك نزلت بكاميراتك طبعا كل تقديري للكلام اللي اتقال انا مش مختلف معاه، لكن لو حضرتك نزلت هتلاقي فعلا ان هناك عمل بيجري في هذه المنطقه، وانا ارجو ان حضرتك تنزل هنتابع. هنتابع. أرجوك. يعني على الاقل كل شهر مره نروح نبص نشوف نفس المكان اللي صورناه، وهنجيب القديم والجديد. أرجوك. ونشوف ايه اللي اتغير. أرجوك. فيه. طب ده شيء رائع. المصريين في الخارج حضرتك عرض لهم اراضي في احسن اماكن في مصر. يعني مميزين جدا، مدلعين. وعايز اسالك الاول يا دكتور، ما دي ما فيهاش تمييز شويه؟ يعني انا كمصري قادر. المصري القادر انه ياخد في الارض ده وعايز يسكن في هذا المكان وقابل السعر اللي حضرتك طرحه، مش من حقه برضه انه ياخد في ده؟ يعني كلمني عن المشروع ده. طبعا من حقه، بس خلي بال حضرتك زي ما في مشروع للمصريين في الخارج في الداخل، بس المطروح 200 متر وحاجات كده. ما شوف حضرتك، انا لسه كنت بقول لحضرتك انه
مسألة بيع الأراضي، أنا قلت لحضرتك إن في شرائح. إذا كنت حضرتك بتتكلم عن ال 200 متر بتاع الشريحة المتوسطة خلاص، فدي موجودة لهم. لكن طب الشريحة القادرين يستطيعوا اللي هي من 600 متر ل 1000 متر أو من 800 ل 1000 زي ما يكون، دي هتطرح خلال الأيام يعني القادمة قريب جدا، خلال مثلا الشهر القادم ده بكتير والشهر القادم في قطع أراضي هنطرحها زيها زي المصريين في الخارج. زي المصريين في الخارج. طب إيه فلسفة المصريين في الخارج؟ شوف حضرتك، أنا عارف إن هم بعضهم الحقيقة تعجل وزعل مننا بلا يعني، أنا مش شايف الحقيقة فيه سبب. حضرتك عارف إنه المصريين في الخارج دي كانت بناء على طلب أهلنا المصريين في الخارج لما الفترة اللي طلبوا فيها التصويت في الانتخابات التشريعية، واكب هذا الطلب طلب إن إحنا نتيح لهم بيت في الوطن أو مسكن في الوطن. طبعا احنا كنا عايزين نستجيب، حكومة مستجيبة لهذا. في إشكالية قانونية في عملية التخصيص، لأن احنا ما نخصصش، ما فيش تخصيص أراضي، إنما يعني في مسار قانوني إنه السيد وزير المالية في الظروف اللي فيها ضرورة اجتماعية أو اقتصادية بيقدر يعرض السيد وزير المالية على على مجلس الوزراء وبيتاخد قرار من مجلس الوزراء. النقطة بقى المهمة في هذا اللي لازم كله يبقى عارفها، أولا مش وزارة الإسكان هي اللي بتسعر هذه الأراضي، إنما هيئة الخدمات اللي تابعة لوزارة المالية، خدمات الحكومية، هي اللي يعني من ضمن شروط عرض وزير المالية على مجلس الوزراء أن يكون هناك تسعير لهذه الأراضي من هيئة الخدمات الحكومية، لأن احنا دولة. مش مسألة الوزير عايز بكام، الوزير ملوش دعوة، إنما في تسعير من هيئة الخدمات الحكومية لهذه الأراضي، وهو ده اللي أسعارتها بكام تقريبا سيادة الوزير؟ شوف حضرتك يعني القاهرة الجديدة فيه في 6 أكتوبر خلينا بس عشان مميزة. هم يعني إخواننا في الخارج مسكوا في بعض المناطق، هم لما قلنا قالوا لنا احنا عايزين أكثر الأماكن تميزا تمام، ومش مهم السعر، وعايزين من 700 متر ل 800 متر على الأقل، احنا استجبنا لهذا. إنما في نفس الوقت طبعا جه البعض مثلا عندك منطقة في الشيخ زايد، الشيخ زايد مدينة تم تنميتها تقريبا بالكامل والأسعار فيها مرتفعة جدا صحيح، هم طلبوا في المناطق دي فديناهم منطقة شديدة التميز. في القاهرة الجديدة برضو منطقة متميزة، في بدر منطقة برضو متميزة، في دمياط الجديدة دي بدر في بالظبط، لا دي القاهره الجديده مش هي دي بدر برضه معلش هي يمكن مكتوبه كده لكن هي القاهره الجديده دي القاهره الجديده. ايا كان هم كلهم الحقيقه مستوى التخطيط فيهم الحقيقه مستوى جيد كم جدا. قطعه تقريبا هم حوالي 8000 قطعه. 8000 قطعه اللي عايز بس اوضحه عشان انا عارف الاشكاليه جت منين او الناس اللي يعني اللي زعلت مننا زعلت ليه. هم تصوروا القطعه في الشيخ زايد بالاسعار اللي حددتها هيئه الخدمات الحكوميه لانها مناطق متميزه والمساحه كبيره 800 متر وصلت القطعه لحوالي 3 مليون جنيه. فطبعا البعض قال لك انا ما اقدرش. ايوه في دي منطقه مرتفعه السعر ومساحات كبيره، انما عندنا في منطقه بدر اللي هم نص الكميه، لو انا طرح 8000 يبقى تقريبا 4000 في بدر، في بدر وبرده في المنيا، دي مساحات في حدود 400 متر وسعر المتر 1500 جنيه. فهنا الغاوي بقى اللي عايز، ما هو اللي لو راح اشترى من قطاع خاص هيلاقي الاسعار اكتر من طبعا كده. هيلاقي اكتر من كده مؤكد. انما هيلاقي اللي عايز في الشيخ زايد قطعه كبيره ب 3 مليون جنيه وده بيدفعهم كاش ولا قسط يا فندم؟ بيدفعهم 50% وال 50% التانيين على سنتين تمام. انما اللي في بدر ال 400 متر ب 1500 جنيه، يعني القطعه ب 600000 جنيه. طبعا 3 مليون غير 600000 في طبعًا. الشريحه دي وفي الشريحه دي وكل قطعه ممكن يدخل فيها شخص او اثنين لغايه 4 اشخاص بيبنوا بيت، لان هو بيبني جراج وارضي وثلاثه، يعني 4 ادوار او 4 وحدات سكنيه. اذا كانت يعني في بدر هيبني 4 بيبني على 50% ولا 60% بيبني على 50% طبعا، وفي بروزات، يعني الشقه بتوصل حوالي 220 متر. نعم ف 220 متر دي شقه جيده جدا، يعني مساحه مش ده على 400
على ال 400 لكن ال 800 بتبقى الضعف، بيبقوا شقتين في الدور او شقه كبيره زي ما هو عايز يعني. نعم. انما ال 220 متر اربع شقق، يعني ممكن يدخل اربع اشخاص يشتركوا في قطعه الارض ويبنوها هم. نعم. فهنا انا عايز اقول ان في تنوع، هم مسكوا في القطع كلهم 450 قطعه اللي في الشيخ زايد مش اكتر يعني، دول اللي هم تمنهم مرتفع لان المنطقه في القاهره الجديده مفيش حاجه. في القاهره الجديده ايوه في عدد برضو مش متذكر الرقم بالظبط، لكن في عدد مش قليل يعني. كله في مناطق متميزه ايضا، منطقه متميزه. انما في القاهره الجديده ب 3000 جنيه المتر. نعم. في بدر ب 1500. القاهره ارخص من زايد. القاهره الجديده ارخص. القاهره الجديده ارخص من زايد لان زايد زي ما بقول لحضرتك دي مدينه ما عادش فيها تم تنميه بالظبط. وخلصت الاراضي اللي فيها، والقاهره الجديده برضو ما عادش فيها اراضي يعني، او اللي فاضل فيها حاجات بسيطه يعني. نعم. وزي ما بقول لحضرتك تاني، دي هيئه خدمات حكوميه، دي اراضي دوله، ما ينفعش ان الوزير مثلا يقول لحضرتك انا هديها لك بكذا، ما هياش اختيار وزير، وده اللي نفسي الناس يوصلها المفهوم ده، ان مش حضرتك اللي مسعر التسعير. لا انا ولا غيري، في هيئه متخصصه بتثمين اراضي الدوله. نعم. ولازم تبقى كده، انما برضو اسعارها ما زالت انا شايف انها انت حضرتك هتشوف مجرد ما هنقفل الباب هتشوف الاسعار دي هيحصل فيها ايه، هتتباع هتزيد يعني. مفترض ال 8000 قطعة يدخلوا لمصر قد ايه سيادة الوزير؟ حوالي 3 مليار دولار. 3 مليار دولار. شوف برضو انا هقول لحضرتك يعني حاجة. 18 مليار جنيه. انا عايز اقول لحضرتك حاجة بقى، معلش يعني دعنا نتحدث فيها بوضوح اكثر. الوطن ده عندما تعرض لمرحلة دقيقة زي اللي احنا عايشينها النهاردة اقتصاديا، وان شاء الله هنعبرها باذن الله، كان ممكن يقول انه يا ابنائنا في الخارج تعالوا تبرعوا، تعالوا شاركوا. احنا لم نقبل تبرعات، ولم نقبل ان تتعمل مؤتمرات في الخارج علشان يقولوا دعم مصر، لان احنا دوله ما هيش دوله صغيره، ومش مصر اللي هتعمل لها مؤتمر دول تيجي تقعد عشان تدي دعم لمصر او تساعد مصر. الكلام ده مش مقبول حتى على الكرامه المصريه. الدوله ما راحتش تطلب من ابنائها ان هم يتبرعوا لها، انما قالت لهم انتوا عايزين سكن، ده بناء على طلبكم، تعالوا اتفضلوا خدوا الاراضي، والاراضي في كل منطقه بسعر معقول جدا قياسا على ما هو في المنطقه. طبعا ما حد يقوليش انها كتير، لكن انا بتكلم على المنطقه. النهارده انا بتيح له فرصه استثمار في الوطن، يعني هو بيبني ممكن يبني سكن او يستثمر هنا، ما هواش تبرع. فعشان كده الحقيقه كان يجب انه يكون في دعم كبير جدا لهذا المشروع من ابنائنا في الخارج، لان انا ما بقولوش تعالى اتبرع، احنا مش بقول له ادفع وخد وهديك تمييز، ادفع وانت هتخصص لك ارض، ودي حاله يعني لها اجراءاتها عشان نصل لها قانونا، وبنقول لك في فرصه استثمار، تعالى استثمر، عايز تسكن تعالى اسكن، لكن ما طلبناش منه تبرع. وعشان كده كنا متصورين وما زلنا، والحقيقه يعني انا هاجي لحضرتك تاني عشان اقول لك انا مش قادر اقول كل اللي عندي النهارده، لكن انا عايز اقول لك المشاعر الايجابيه. سيبك من بعض الاخوه اللي فهموا الامور بشكل مش حقيقي، يعني وصلت لهم الصوره مش زي ما احنا بنمتزهم يعني، لا او تصوروا ان احنا بالظبط ان احنا بنعلي الاسعار، لان هو مثلا هو ما شافش ان بدر ما يعرفش ان في ناس في مصر هنا على استعداد تدفع المبالغ دي فورا، وما يعرفش ان بدر ب 1500 جنيه، هو فاهم ان كلها ب 4000 جنيه، انما ايوه في اللي ب 4000 جنيه 450 قطعه، انما نعم. نص الكميه ب 1500 جنيه وقطاع صغير 600 يعني بحوالي 100000 دولار. نعم. وممكن يشترك فيها اكتر من واحد اذا كان سعرها مش في مقدورهم. لكن وبرده بقول لحضرتك عشان اخواننا مثلا العمال والناس اللي بيقولوا احنا نجيب منين، ما هو برده المصري في الخارج من حقه انه يدخل في القرعات بتاعه الداخل لانه هو مصري طبعا، وما فيش مشكله، عنده فرصتين، ده واخد فرصه خاصه بالظبط كده. ف يعني بدا انطباع انه وكان الدوله زي ما حضرتك تفضلت انها بتبالغ، لكن الحقيقه الدوله بتتيح فرصه استثمار وبتتيح فرصه سكن متميز جدا على اكثر من شريحه باسعار مختلفه. هنا اعتقد انه من حق الوطن بقى ان الناس دي لازم تقف مع بلدها، تقف معاها، وخصوصا انه لا هو تبرع ولا ما انتش متفضل عليها يعني. لا ده الوطن هو اللي بيقول لك تعالى اوديك ميزه، هديك ارض بسعر كويس. بالظبط هو ده بقيمتها
على الأقل بقيمتها. لكن في فرصة استثمار قطعا، في فرصة استثمار مش بس فرصة سكن. فهنا لما نيجي نقول إنه الدولة بتطرح، وطبعا إحنا لا أخفيك طبعا إحنا محتاجين، أعتقد إنه مش خافي، إحنا محتاجين عملة صعبة. فالنهاردة لما بنقول بالدولار حضرتك هتلاقي تساؤلات، يقول لك طب ما أنا فلوسي أدفع بالمصري. نعم يعني في ده وفي ده. طب انا عندي اهو اللي يريحهم، يعني عندي بعض الاسئله. زميلنا العزيز الاستاذ وليد الشرقاوي رئيس تحرير موقع مصراوي بيسال، عنده سؤالين. واحد الاول، ازاي نضمن التخلص من سيطره السماسره على اراضي القرعه؟ بيقول ان اراضي القرعه بالتحديد السمسار بيدخل يلم بطايق ويقول له والله هدخل بيها، واذا خدت هديك كذا، وبيرجع يتاجر فيها تاني، فما بيستفدش بيها اللي احنا محتاجين الارض تروح. دي ملهاش دعوه بالمصريين في الخارج. لا لسه المصريين في الخارج. السؤال التاني بتاعه، طب اقول السؤال التاني بتاعه. بيقول ليه في تفرقه في المساحات والاسعار؟ احنا موافقين ناخد زي اللي في الخارج. ليه اللي في الخارج بيدفع وبياخد اراضي مميزه، واحنا المساحات عندنا 260 متر وعندهم هم بياخدوا 600 و800؟ طيب يعني احنا دلوقتي لا عارفين نرضي اللي في الداخل أيوة ولا اللي في الخارج. يعني ده مش عاجبه، ده مش عاجبه، وسبحان الله العباد. هو موقعه بيوصل له المصريين في الخارج بيبعتوا له برضه. يعني هو طبعا ده شيء طبيعي جدا ان احنا نجد هذه يعني هذا التفاوت. لكن في النهايه زي ما قلت لحضرتك، بالنسبه للقرعه، عشان بس ابتدي بالحته دي طالما ان حضرتك ابتديت السؤال في ده، القرعه حضرتك خايف من السماسرة، وده تخوف حقيقي. نعم. لكن في شروط محطوطه واضحة جدا، انه اولا انه بيبني في 5 سنوات، ملوش حق التصرف الا بعد مرور 5 سنوات على اتمام المبنى بالكامل وحصوله على شهادة بهذا. نعم. قول لي سمسار مين اللي هياخد فلوس ويعطلها 10 سنين عشان يبتدي يبيع وحدة؟ هيقول لي بيبيع بالتوكيل، لا حتى الشهر العقاري لن يكون له، ده قانون الداخل. بس ده كان في ابن بيتك برضو حصل تحايل؟ لا يا فندم، ما كانش كده في ابن بيتك؟ لا لا، كانت التوكيلات ممنوعة برضو؟ لا 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 معلش، ده موضوع مختلف، لأنه يعني القانون اللي هو داخل إن شاء الله مجلس الشعب، اللي هو قانون الإسكان الاجتماعي، بيجرم كل هذه الأفعال. يعني لو موظف من الشهر العقاري ساعد واحد إنه هو يطلع توكيل بدون الرجوع للهيئة، ده بيجرم، بياخد سنة حبس و10,000 جنيه غرامة. سنة حبس؟ أيوة. سواء المواطن اللي يدلي بمعلومات خليه ياخد حاجة بدون حق، أو إذا حد تعاون معاه في أيضا في حالة التلاعب بيتم سحب الأرض. طبعا ده السحب ده مفيش كلام منتهي. إنما أنا بتكلم على الحبس والغرامة. نعم. وبالتالي فكرة السماسرة يعني زي ما بقول لحضرتك، هو مش معقول هيقعد يجمد فلوسه 10 سنوات، لأنه لا هيقدر يطلع توكيل، ولا هيقدر يتصرف في وحدة من الوحدات، ولا هيقدر يتصرف في المبنى كله، فبالتالي فلوسه تعطلت 10 سنوات. ما هياش مغرية بالنسبة للسمسار اللي داخل طبعًا. زي ما حضرتك بتقول انه ياخد بطاقات ويشتري ويبيع لا بقت معقدة اكتر. الحقيقة اعتقد انه القيود دي هتبقى هي الحائل. وحضرتك رديت على جزء المصريين اللي لهم اراضي مميزه ايضا ومساحات كبيره، وهيدخلوا المزادات وهياخدوا فيه. بالظبط بالظبط، دول موجود. والمصري اللي في الداخل واللي في الخارج يعني. طيب ان شاء الله. حسن عبد الحافظ بعت رساله دمها خفيف، بيقول يا جناب الوزير، الزبال بيشيل الزباله من الشقه ب 8 جنيه في الشهر، وايجار الشقه في وسط البلد ب 6 جنيه في الشهر، حفيد المستاجر بيتجوز في شقه جده امه 5 جنيه في الشهر، وابن المالك بيتجوز في العشوائيات ب 600 جنيه في الشهر. يا جناب الوزير، الجزار في بيتنا القديم بيدفع 50 جنيه في الشهر، وفي العمارة الجديدة اللي جنبنا بيدفع 1500 جنيه في الشهر، مع انهم الاثنين بيبيعوا اللحمة بنفس السعر. يعني انا بقوم بدعم الجزار القديم ب 1450 جنيه من جيبنا عشان تدخل جيبه سكيتي، هل هذا عدلكم؟ هل هذا شرعكم؟ بيتكلم عن الإيجارات القديمة، وعندي كتير في الإيجارات القديمة. طبعا هي قضية مطروحة وبقوة، ومؤكد انه يجب أن يسود العدل في هذا المجال، يعني لا خلاف على هذا. لكن إحنا حاليا في الوزارة في دراسة بتتعمل للقانون، لأنه يعني في توازن لازم يحدث. نعم يجب أن تسود العدالة، ما فيش كلام في هذا، حقه لازم يحصل عليه، لكن في اتفاق على أنه يكون تدريجي عشان برضو ما تحصلش مشكلة اجتماعية، لأنه في مشكلة آخر أن هناك ساكن. نعم. أنا معه تماما في أنه في حق للمالك أنه ياخد حقه اللي يستحقه
عن هذا. يعني مش معقول التفاوت والفروق اللي هو بيتكلم عنها دي حقيقية. نعم. فإحنا حاليا في دراسة معمولة للقانون ده، وأيضا في طلبات في مجلس الشعب بتعديلات للقانون. يعني هل هناك ما في مشروع يعد للتقديم خاص بالإيجارات القديمة؟ في أنا مش ما أقدرش أقول مشروع كامل، لكن في تعديلات في القانون تحت الدراسة حاليا. تحت الدراسة حاليا. يعني ممكن ياخد وقت شوية. وفي في مجلس الشعب في برضو بعض المقترحات متقدمة. نعم. لكن زي ما قلت لحضرتك المسألة مع يعني مع تأكيدي على أن العدالة يجب أن تسود، لكن المسألة بس عايزة تتاخد بهدوء بعض الشيء، لأن في حد تدريجيا. لأن يسرى حمودة بيكلمنا عن في الثمانينات والتسعينيات المباني القديمة دي اللي استأجر دفع خلوات، فإذا كانوا عايزين يطلعونا طب يدفعوا هنعمل إيه في اللي الدفع. انت حاجة دلوقتي اتكلمت عن الطرف الآخر. ما أنا طبعا ما, هو ما كويس ما هو ما ده اللي أنا عايز هو أقول. الناس بصراحة قايمة بالواجب. لا ما هو كويس، ما احنا ما قلناش حاجة. إنما فعلا مبدأ العدالة أن تسود، لابد أن تسود العدالة. طبعا هو حرام إن حد يبقى عنده بيت كامل بياخد منه 50 جنيه مثلا في الشهر يعني. لكن بس زي ما حضرتك قلت هناك طرف آخر، وفعلا بعضهم جالنا وقال والله أنا دافع خلو في السبعينات بقيمة شقة مثلا من وجهة نظره. فدي كلها أمور، عشان كده بقول لحضرتك الدراسة لازم تكون الحقيقة دقيقة بحيث أن كل واحد يقدر ياخد حقه بإذن الله. طيب أحمد أنور بيقول لي سؤال وجيز، ما موقف سيادتكم بالنسبة للأماكن المؤجرة للحكومة رغم وجود قرار سابق من دكتور كمال الجنزوري عام 97 برد الأماكن المؤجرة للحكومة وتسليمها إلى أصحابها؟ هل يعقل أن المواطن يدعم الحكومة كمان في ملكه؟ ولماذا حتى الآن لم تقدم تعديل أو اقتراح لجنة الإسكان مجلس الشعب رغم طلب الأحاطة العاجل؟ ايه طلب الاحاطه العاجل؟ مش عارف، انا يعني مش عارف حقيقة ايه طلب الاحاطه العاجل اللي يقصده. يعني في طلبات احاطه كتير. نعم. في مجلس الشعب بالنسبه لنا يعني، لكن ما فيش حاجه خاصه بالموضوع ده او ما جاليش لغايه دلوقتي. طيب بالنسبه للاماكن اللي لا المفروض دي اذا كان في قرار بهذا لابد ان يطبق، وانا عارف ان في مدارس كتير مثلا على سبيل المثال رجعت، وفي مواقع كتير اخليت، لكن في حالات معينه انا مش عارف هو يقصد ايه فيها، لكن فعلا بدا تنفيذ جزء كبير جدا من هذا القانون. اللي عايز يشتكي يعني يعمل ايه؟ يعني اللي الحكومه واخده منه بيت وقفلاه ومبنى وجمعيه وقفلاها وبتاع يعمل ايه؟ والله يعني يلجا للجهه اللي هي واخده ويطالبها بتقديم بتطبيق القرار اللي حضرتك اذا ما طبقوش يبقى القضاء. اذا ما طبقوش يبقى القضاء طبعا. طيب معتز أحمد بيقول يا أخي والله أجهزة هيئة المجتمعات كلها غاضبة وفي اعتصام مفتوح من يوم الأربعاء من أجل الحق الضائع للموظفين في الوزارة، أكثر من 20,000 موظف وهينقلوا اعتصامهم يوم الثلاث أمام مقر الوزارة، هل عند حضرتك في مشكلة عند العاملين هناك في هيئة المجتمعات؟ هو في مشكلة يعني في بعض الطلبات يعني في تحسين الدخول، لكن بعضها الحقيقة ما نقدرش نعمله النهاردة وبعضها نقدر نعمله. يعني كانوا بيتكلموا مثلا عن مكافأة الميزانية، دي طبعا هيتم صرفها فورا. في بعض الأمور الأخرى تم طلبات، يعني أنا قعدت معاهم وفي الآخر خلي بالك هم أبنائنا وزملائنا يعني. نعم. يعني الحوار سهل معاهم لأنه احنا ملناش موقف، بالعكس يعني أنا دايما مصر إن هم إذا كانوا أبناء أو زملاء مش هيخرجوا عن هذا الرقم كبير. يعني هل هناك حل قبل فكره الاعتصام يوم الثلاث ويجوا الوزاره؟ هو اصل الطلبات كلها بيتم دراستها، في حاجات استجبنا لها فعلا وفي حاجات هيتم الاستجابة لها على مراحل وفي حاجات مش في مقدورنا ان احنا نعملها، لكن يعني هل حضرتك بتفكر تنتقل اليوم تقعد معاهم؟ لا ما احنا انا قعدت معاهم فعلا يعني قعدت معاهم وزملائي في الهيئه بيقعدوا معاهم وفي حوار دائر، يعني الحمد لله انا اعتقد ان هي مش هتخرج عن الحوار والحوار مستمر معاهم وما فيش يعني ان شاء الله ما فيش مشكله كبيره لان طيب احنا متفاهمين. عبد الله بديوي بديوي متفاهمين يعني كاتب اسمه رباعي. أي. بيقول نحن العاملون بهيئه المجتمعات العمرانيه نعاني من الفساد الاداري واهدار مال عام في صوره مقننه، هي اللجان والمكافئات بديوان عام الهيئه والكل لسان حال الثوره لم تصل لهيئه المجتمعات لسان حاله، بيقول ان الثوره ما جتش المجتمعات فقيادتها الموجوده هي من لا لا بس عايز اقول لحضرتك ايه موضوع اللجان ده. الحقيقه يعني احنا جينا انا مش عايز ادخل بس في تفاصيل كثيره لكن نعم موضوع اللجان ده كمان طبعا عشان الوقت لكن موضوع اللجان ده تحت المراجعه وفي اتخذت فيه اجراءات كثيره جدا جدا وتخفضت وتقلل عددها وجاري برضو استكمال الدراسه دي، يعني الامور ما توقفتش الحقيقه وتحت عينينا ونظرنا
شاء الله ماشيين فيها. مصطفى جولد والله بيقول حاجة لطيفة، أو بيقول دلوقتي من شروط حجز واحدة سكنية في مشروع الشباب إن الشاب يكون كاتب كتابه. طب أنا هتقدم لواحدة إزاي؟ وأقول لها أنا بس اكتبي كتابك علشان هقدم على شقة. طب ما نقدم الأول ناخد الشقة أعرف أروح أتقدم. شوف حضرتك خلينا منطقيين يعني، بس يعني أنا متفاهم اللي هو بيقوله طبعا، لكن لما اجي اقول انا مثلا بعمل مليون شقه، طبعا هم مش كفايه مليون شقه طبعا اللي احنا بنتكلم فيه، انما لو جيت قلت احنا قلنا انه من ضمن الشروط ان يكون للمتزوج يعني متزوج، لانه اللي حصل انه اذا قلنا ان الشاب هياخد شقه، الشاب ايضا من حقها انها تاخد شقه، فلقينا انه هيحصل تكرار. يعني ايه المانع انه ممكن شاب ياخد وشاب تاخد وبعدين يروح يكتبوا كتابهم وخدوا شقتين؟ ده المؤكد مش ممكن، ما هو لانه ده حقه، ده مواطن او مواطنه كل واحد هياخد. فعلى الاقل في البدايات اللي احنا عايزين نلبي اكبر قدر من الطلب الاجتماعي الحقيقي انه يبقى للمتزوج. ايه الارقام الساخنه للابلاغ عن الاعتداء على اراضي الدوله؟ لا دي مش عندنا دي. طيب فين بورسعيد من المشروعات؟ محمود السيد العجواني بيقول لي ممكن تسأل السيد الوزير فين احنا فين من المشروعات والاستثمارات اللي بيقولوا عليها. انا عندي 27 سنة متزوج وعندي طفل في ساكن في مفروش من 3 سنين، ولا احنا بقينا دولة لوحدها خلاص؟ لا 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 لا. ما حدش هيبص لها. لا 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 انا عايز اقول لحضرتك المشروع في منطقة هو يعلم مثلا منطقة زرزارة والمناطق اللي موجودة هناك دي، في مشروع من اهم مشروعات القضاء على العشوائيات بيتم فعلا في، واذا كنت حضرتك انا لو كنت اعرف هذا السؤال كنت جبت لك معلومات اكتر وصور لما يتم انشاؤه في بورسعيد. في بورسعيد نعم. وبالنسبه للاسكان ايضا في مشروعات في بورسعيد للاسكان، يعني ان شاء الله بس ثمارها هتبان قريب جدا ان شاء الله. مش عارف حسن عبد بيقول يا جناب الوزير تحت ايد الوزاره 4 ملايين شقه كامله المرافق اغلقها المستاجرون ورحلوا لأملاكهم الجديدة في المدن الجديدة، والشقق اشتروها أو هاجروا إلى أوروبا، الشقق المقفولة التي لا تستخدم وخدها ناس استثمار وقفلوها. لا يعني الشقق يعني خلي بال حضرتك الملكية الخاصة الدستور طبعا بيحمي. بيحميها، لكن هو يمكن يقصد في حاجات متأجرة بالإيجار القديم أو حاجة، جايز يكون ده مفهومه، لكن إذا كان ملك خاص لا هو فكرة إن زمان الناس كانت بتدخل تاخد شقة هنا وشقة هنا، يقول لك ده لابني وبنتي ومش عارف إيه وهم عيال صغيرة ويسيبها. الملكية الخاصة محمية بالدستور. نعم. ما أقدرش أدخل حضرتك لو محتفظ لابنك ما أقدرش أروح أخد الشقة او اجبرك على تصرف فيها، لكن احنا المساله يعني اذا كان في حاجه خاصه بالايجار دي ممكن زي ما قلنا الايجار القديم نتكلم فيها. نتكلم فيها. نقابه الاجتماعيين نقيب الاجتماعيين اتصل بيقول انهم واخدين ارض ومش عارفين ياخدوا تراخيص عشان يبنوا للنقابه، هل في اي شكوى عند حضرتك خاصه؟ هو جولي وكلمنا وما اعتقدش ان في مشكله، لانه الارض كانت هتسحب منهم فعلا وحصل مد للفتره الزمنيه زي الاهلي كده. زي الاهلي بس الاهلي لحق نفسه في اخر وقت جه دفع اللي عليه. نعم. يعني لحق نفسه فعلا. طيب انا وقت خلص، عايز في جمل قصيره تقول لنا مشروع حضرتك النهضوي العظيم استراتيجيه التنميه مصر 2052، في جمل تقدر تقول عليه ايه سياده الوزير؟ اقدر اقول لحضرتك انه من المهم جدا انه جنب العمل المهم السياسي اللي بيحدث في مصر، البرلمان والدستور والرئيس، كل العمل المهم جدا اللي بيغير وجه مصر للخير ان شاء الله، كان لازم يبقى فيه فريق بيعمل عشان مستقبل مصر. نعم. بالتوازي لهذا العمل السياسي المهم، وهو ده اللي احنا عملناه في وزارة الاسكان. احنا بقالنا سنة بالظبط، فريق عمل مهم جدا، سواء من زملائي وأنا معهم وأساتذة وخبراء، وبدأنا نحط تصور نشوف مصر المستقبل دي رايحة فين، وحطينا خريطة لمصر المستقبل بتاعها شكله إيه. طبعا هي دراسات كثيرة جدا، يعني ما تكفيش في كلمتين زي ما حضرتك طالب، يعني لأنه دراسة مستفيضة لكل اللي هي بتقول إن مصر هتبقى إيه؟ بتقول انه الامل في الله سبحانه وتعالى كبير جدا ان مصر فعلا. خلي بال حضرتك احنا هنا معتمدين على حاجه، القدره والاستحقاق. يعني هل مصر تستحق الوطن الرائع اللي احنا عايشينه ده؟ يستحق فعلا انه يكون في وضع افضل؟ مؤكد انه يستحق. طبعا قادر على هذا؟ مؤكد انه باذن الله قادر. احنا جينا طرحنا هنا عده تساؤلات في الدراسه دي، اولها الوطن ده هل هو يقدر يكفي المليون كيلومتر اللي احنا عايشين فيهم؟ احنا عبء عليه
ولا احنا ثروه بشريه ممكن تزيد وممكن الوطن ده يستوعب اكتر من هذا؟ الدراسه اللي عند حضرتك بتؤكد انه ممكن بدون عوائق ولا محددات في ال 6% اللي احنا عايشين عليها ممكن تبقى 24% يعني ممكن نصل الى 30%. احنا لغايه 2052 هي دي بعد 40 لا دي خريطه، دي الخريطه المتوقعه لمصر بعد 40 سنه. انما لا طبعا مش عشان الناس هتقول لي لسه 40 سنه يا هنا من يعيش، لا هيبتدي على مراحل، لكن النهايه هتبقى شكل الدوله ازاي بالظبط. نعم. بالظبط. لكن في النهايه زي ما حضرتك تفضلت احنا عندنا رؤيه للي جاي، كل الانشطه طبعا فيها كلام، انما انا هقول لحضرتك باختصار شديد، احنا جينا قلنا الوطن ده يكفي زي ما كنت بقول لحضرتك، لقينا انه بسهوله ممكن يعني مش بسهوله شديده يعني، لكن من الممكن والمتاح لدينا القدره على ذلك بالظبط انه يزود 24%. احنا لغايه 2052 كل اللي محتاجينه ان احنا نزود 5% على المساحه اللي احنا عايشين عليها، يعني نوصل ل 11% في الخطه اللي هي 2052. انما طبعا في دراسات كثيره جدا اتعملت، يعني ان شاء الله يكون لها فرصه ان احنا نقولها بشكل اوضح، لكن انا عايز اقول لحضرتك انه في الاخر احنا جينا قلنا احنا عايزين اللي بنطلق عليه البراند، او لما بنيجي نخطط مدن النهارده جديده بنديها حاجه تديها طابع او تديها سمه. فاحنا قلنا طيب النهضه دي السمه بتاعتها ايه؟ ما احنا عندنا نشاط سياحي وصناعي وزراعي وكل حاجه طبعا هيتم تطويره، لكن ايه يعني الجديد؟ ايه اللي هيخليك تحدث هذه الطفره؟ نعم. ايه اللي هيخليك تصنع مشروع نهضه حقيقي؟ احنا لقينا انه طبعا بعد دراسات كثيره جدا وموجوده الدراسات انه في ثلاث نقاط ممكن يرتكز عليها مشروع النهضه كسمه، اللي هم الخدمات اللوجستيه. نعم. في منطقه خليج قناه السويس زي ما حضرتك عارف من اول خليج السويس تحت والاسماعيليه وبورسعيد شرق التفريعه. نعم. المنطقه دي من يعني من اروع مناطق العالم كخدمات لوجستيه ممكن تصنع دوله طبعا. فالخدمات اللوجستيه دي واحده. الثانيه الطاقه الشمسيه. نعم. الطاقه الشمسيه دي طبعا هنسمع راي يقول لك ده هي تكلفتها اعلى، ماشي، لكن التكنولوجيا والعلوم بتخلي ان شاء الله تكلفتها هتبقى في متناول ايدينا قريب جدا وما عندناش اختيارات. نعم. الثالثه تحليه ميه البحر. الثلاث عوامل دول الدراسات بتؤكد انها مش اختياريه وما عندناش فرصة ان احنا نتراجع، ما عندناش رفاهية التراجع بالظبط. فالثلاثة دول هم سمة مشروع النهضة القادم. تفاصيل كثيرة لا جدا. المشروع ده طبعا احنا هنيجي مرة ان شاء الله نبقى نتكلم في المستقبل إن شاء الله. يعني بدل ما نستغرق في المشاكل هنكون هنخلي كل المشاكل صورة وتعليق، لكن عايزين نتكلم في مشروع النهضة لان ده حلم جميل. انا بشكر حضرتك جدا نورتني. انا اللي بشكرك دكتور محمد فتحي البلدعي وزير الاسكان. أهلا. لدينا اتمنى ان تكون الاجابات مقنعة لحضراتكم، واللي عنده اسئلة احنا مكملين تاني، والوزير لا يرد لنا طلب لما بنقول له تشرفنا إن شاء الله. من الناس المتعاونة جدا. بشكر حضرتك جدا. اهلا بحضرتك. بعد الفاصل نلتقي مع دكتور ايهاب فكري، تختار رئيسك ازاي؟